هناك حكمة في تأخر ساعة اليسر، حيث يبقى الإنسان في ساعات العسر طويلا وتتأخر ساعة اليسر والفرج، لأن الله عز وجل شأنه يريد أن يخلص قلبك من كل أحد دونه، فلا تثق إلا بالله ولا ترجو إلا الله عز وجل شأنه. تأكد بأن الله سيأتيك بأيام تنسيك مرارة الألم، فكل مر سيمر، إنما هي ركعات ودمعات ورب مجيب. سلام عليكم.